السلام عليكم. في المحاضرة دي هنتكلم عن الفلو باترن مابس. اتكلمنا في المحاضرات الفاتت عن انه الديستريبيوشن بتاع الفلوري جيمس ما في طريقة معينة او جنرال ويت تو اندرستاند الديستريبيوشن بتاع الفلوري جيمس، عشان كده في كمية بتاعت ريسيرشرز كونستركتد فلو باترن مابس تو اندرستاند الـ way of how the flow regime behaves. المشكلة قلنا جاي من انه الـ prediction بتاع الـ flow regimes في حالة الـ gas liquid two phase دائما uncertain. Why? Mainly because the transition transition zone. Transition zone يعني مثلا قلنا دائما الفلو بيبدا في حاله انه بيكون عندنا دوميننت ليكويد فيس، بيكون فيه غاز بابلز. بعد ذاك الفلو بيتحول ل سلجز، بحيث انه الغاز بابلز تتلمى على بعض. لكن الترانزيشن فروم البابلز للسلجز 200 يعني بعد زمن كم، how at what speed، دي كلها questions ما في direct answer لها، لأنه في الغالب هو ممكن يكون gradual، ممكن ياخد زمن. وبعد ذاك حتى ال classification في حد ذاته هو نفسه subjective، يعني لكل case هو unique تماما، ما في طريقة more objectively in to classify it. يعني according مثلا to speed، إن نقول لما السرعة تصل كده بعد ذاك هيكون مثلا الفلو هيتغير من bubbly to slugs. إيش بتاعة transition دي هي المين problem. فالحل إنه to present the results بتاعة more observations. يعني for example إذا أنا عندي gas liquid flow في field، فهقوم أعمل collection للداتا بتاعت several wells. كل ما كان عدد ال wells أكبر، كل ما كان مثلا دي well 1 well 2 well 3، هيكون عندي الداتا بتاعت ال well profile من ال downhole لحد ال surface، من ال downhole لحد ال surface. بعد ذلك كلهم مثلا connected together لحد ما بيجوا لل collection zone. طيب العملية بتاعت انه يكون عندي a lot of data للغاز liquid flow من different areas ب different properties بتديني كمية بتاعت data كبيرة، وقوم اعمل لها graph. الجرافين دايما بيكون انه بيعتمد على التوتال ماس فلوكس، والاكسس الثاني دائما بيكون هل الفلو فيبر او ليكويد، اللي هي النسبه بتاعت اكس جي مثلا، انه بالضبط بتوضح الكلاسيفيكيشن بتاع الفلو. الرسمه بتاعت التوتال ماس فلوكس مع الكواليتي بتاعت الفلو هي بنسميها فلو ريجيم ماب او فلو باترن او فلو باترن ماب. عموما هي دائما represented as two dimensional diagram، بيكون فيه system variables two dimensional diagram اللي هي شكلها. اذا قلنا الاولى اللي هنتكلم عنها دي ان هي الماس فلوكس والاكس والاكس جي، لكن في فاريبل ثانيه اللي هي مثلا الكومون منها انه دائما في حاله الليكويد والغاز السوبرفيشال فيلوسيتيز هي برضها كومون، لانها تمثل از فلو ريجيم مابس. في تاني برضو اذر فاريبلز زان السوبرفيشال فيلوسيتيز ممكن نرسم بها الماب، لكن دائما المشكله بتاعه الفاريبلز دي انها بتكون سبيسيفيك مثلا تو كيس معين او تو كومبينيشن معينه من
specific fluid specific geometry. For example, كل اللي هنتعامل معاه هنا حاليا هو عبارة عن إما إنه maps for the vertical أو maps for the horizontal. ما عندنا أي maps لل inclined pipes، يعني البايب يكون قاعد بزاوية مثلا معينة. الماب بالنسبة لل inclined pipes حاليا هي برضو under research، لحد ما في حاجة معينة لها. عموما دي هي النقطة المهمة دايما، انه ما في universal flow map بتقدر توصف لنا اي situation. زي ما نشوف الجرافس الجاية كexamples للflow pattern maps، انه كل ماب بتختلف، كل ماب بتدينا رينج معين من السوبرفيشال فيلوسيتيز، رينج معين من ال variables. طيب برضو عموما ممكن الكونستراكشن بتاع الماب انها تكون كفرنج للفيلد، ده الكلام بتاع قبل شويه. واهم حاجه انه نقوم نعمل الباوندري لاينز سيبريتنج الديفرنت باترنز، احنا نجي نشوفها هسه قبل شويه، هسه بعد شويه. بسبب المشكله الاساسيه بتاعت الترانزيشن زون، فالترانزيشن زون في الغالب هنقوم ناخد عليها حاجه اشبه بالويتس، انه مثلا اذا عندنا ذا لاين فالترانزيشن زون هيكون عندها ويتس بعد اللاين وقبل اللاين، عشان نتغاضى عن الحته بتاعت انه هل البوينت دي مثلا واقعه هنا ولا واقعه هنا. طالما هي واقعه في قبل اللاين او بعد اللاين في الحتتين دي، فهي اوريدي واقعه في ترانزيشن زون. البوينتس دي مفروض نتذكرها دايما في حالة الباوندري لاينز. يعني اذا اي نقطة وقعت لنا في الباوندري لاينز قبله او بعده، لازم نتذكر انه ترانزيشن زون ما هي لاين بس، لا، ترانزيشن زون هي اريا عديل قبل اللاين وبعد اللاين. هنشوف الماثيماتيكال كونسبت بتاعتها سي بعد شوية. فور اكزامبل دي واحدة من اشهر المابس القديمة بتاعت الستادس، من 1965 عملها ريسيرشرز اسمهم بينت معاه جروب. الستادي كانت عن الفلو بتاع الستيم ووتر في كلوز سيستم. بعد ذاك جاتهم البوينتس دي وخدتوا الباوندري لاينز على اساس انها تو ريبريزنت الفلو باترن مابس. لو تلاحظ انه الجزئية الأساسية بتاعت الفيسز تبدأ من ووتر، توتال ووتر فلو اللي هي هنا، بعد ذاك عندك البابل فلو بيظهر عندك هنا. لاحظ المسافة ما بين البابل ما بين التوتال ووتر برودكشن، تحس كأنه الووتر هي اوريدي واقع انسايد الزون بتاع البابل فلو. فهنا الوصف ما قادر يفرزوا من بعض تماما. بنفس الفهم برضو لاحظ الفرق مثلا ما بين السلج ما بين التشيرن هنا برضو، لكن بعد ده كله ما زادت الجاز فيلوسيتي يبقى الواضح انه ما بين الويسبي انيولر وما بين الانيولر او ما بين الفري جاز، يعني الفلو هنا هو كله عبارة عن فري جاز في الرينج بتاع اكبر من 90 او اكبر من 100% وفي كل درجات الماس فلوكس دي. طيب الماب دي الاكسس بتاعتها هي اكس اللي هي الثيرموديناميك كواليتي بلس التوتال ماس فلوكس ام دوت. دي زي فزلكة تاريخية لكذا vertical flow maps. أول واحدة for example عندنا ستيرلينج في 1968، والس في 1969. السوبرفيشال velocities كانت هي المين فاكتور
الرسم بيه هو الفيرتيكال فلو، الفيرتيكال فلو مابس دي. برضو في زانك 1997، دي نوعا ما ريسن، برضو استخدم اكسبيرمنتال داتا لاير ووتر فلو في 82.6 مليمتر بايب. يعني هنا ما نفس الفهم بتاع الريسيرش بتاع بينيت الفاتك، لا هنا اونلي بس فلو بتاع اويل بتاع اير ووتر مع بعض في نفس اللاين. هنشوفه دي في الاكزامبل الجاية. عموما واحدة من اشهر المابس او دايما هي وايدلي اكسبتد في الاويل فيلدز لحد الليلة هي اسمها تيتل 1980، عندها موديفيكيشن بواحد تاني اسمه بيكر، لكن عموما الماب دي هي البيز بتاع كل الشغل بتاع فلو ريجيم ايدنتيفيكيشن في الاويل فيلدز تل توداي. يعني لليلة اذا ما في عندك اي داتا بتاعت فلو انسايد الفيلد يو كان يوز التايتل ماب من غير اي من غير ما تخاف انه يكون عندك وايد رينج اوف ايرورز. لحد ده سي حتى الكوميرشال سوفت وير زي البايبسين مثلا دايما كلها هي كونستركتد في حاله الايدنتيفيكيشن بتاع الفلو ريجيمز على التيتل مابس دي. ميزات الاساسيه انها هي سيمي ثيوريتيكال. سيمي ثيوريتيكال يعني شنو؟ يعني انها الكونستركشن بتاعها ما كان معتمد بس على الاكسبيرمنتال داتا، لا كان معتمد على ماثيماتيكال ايكويشن بلس الاكسبيرمنتال داتا لوايد رينج اوف اويل فيلد اكروس ذا وورلد. عشان كده هي بقت دايما مور بوبولار. طيب دي الماب بتاع زانك كنا هي مرسومه باستخدام سوبرفيشال فيلوسيتي بتاعه الغاز وسوبرفيشال فيلوسيتي بتاعه الليكويد اون لوج دايمنشنز. لاحظ من السمول اماونت اوف غاز حيكون عندك بعدك البابل فلو، وحتى البابل فلو ذاته هو موزعه على اساس انه هو ديسكريت ولا ديسبيرست. هنا هنا دي ما تهمنا كتير، يعني حتى ممكن شنو ممكن اذا فصلنا اللاين ده نعتبر انه ده كله من هنا عباره عن بابل، عباره عن بابل فلو. ده شغل بتاع اكسبيرمنتال اكتر، اللي هو هل البابل فلو ده ديسكريت ولا هل هو هوموجينيوس هوموجينيوس مع بعض. السكند ستيب هي السلاج فلو، اللي هي الزوم بتاعت السلاج فلو بتبدا من هنا لحد هنا. لاحظ انه برضه المبدا بتاع التداخل اللي تكلمنا عنه قبل شويه، بحيث انه حتديك انه اذا اي نقطه وقعت لك في الرينج ده هنا. نيجي ناخد اكزامبلز براكتيكال نشوف انه كيف هنتعامل مع النقاط الواقعه قريبه من اللاين في الجهتين دي، الجهه دي او الجهه دي. بعد ذاك كل ما زاد الجاز فلو هتلقى انه التداخل بعد ده هيكون واضح، هيكون كبير ما بين التشيرن مثلا او ما بين الانيولر فلو. الشيء اللي يهمنا دائما من هنا انه نعرف الرينج بتاع الماب دي، هي مثلا هنا من 10 اس ماينس 2 لحد 10 اس 1، هنا من 10 اس ماينس 2 برضو لحد 10 اس 0، يعني هنا لحد 1. نعرف الرينج بتاع الفلو، نعرف البارامترز المرسومة بها، نعرف الديستريبيوشن بتاع المابس عشان بعدين مثلا لما تجينا نقاط نقدر مثلا نوقعها على الفلو، ونعرف انه التوزيع بتاعت الفلو بتاعتنا ماشية من مثلا من بابل لسلجز لتشيرن. نشوف عند اي سرعة بتغير الفلو، وان اذا وقعت لنا النقطة هنا او هنا كيف هنتعامل معاها. طيب في other form of maps بحيث انه يحصل modification superficial velocities. for example مثلا ممكن
انها تنضرب مثلا في الاكشوال بروبرتيز بتاعت الفلويد، فور اكزامبل الدنسيتي او الفيسكوسيتي، to be more distinguished than او to be more particular لكيس لكيس معين. واحده من البوبولار مابس دي اللي هي هيويت اند روبرت في 1969، ده الاكزامبل بتاعها، بحيث انه الماب هي عباره عن رو في سوبرفيشال فيلوسيتي سكوير، دي الدايمنشنز، دي الفاريبلز، بحيث انه بالنسبة للليكويد حتكون رو ال في سوبرفيشال فيلوسيتي بتاعت الليكويد تربيع، بالنسبة للغاز حتكون رو جي بالنسبة للسوبرفيشال ومضروبة في سوبرفيشال فيلوسيتي بتاعت الغاز التربيع. المين بوينت هنا لاحظ انها حتدينا وايد رينج للسوبرفيشال فيلوسيتيز، بلس انه ال حتكون نوعا ما واضحة في الديستريبيوشن بتاع الفلو من الهاي جاز ريت لحد اللو جاز ريت. الماب دي اترسمت بداتا بتاعت اير ووتر ات 3 بار 35 ديجريز او سوري 3 بار للاير ووتر وستيم ووتر ات 35 لحد 70 بار، وبعد ذاك حصل لهم انتجريشن توجذر بالابروش بتاع المومنتم فلكس اللي هو انه تضرب الدنسيتي في سوبرفيشال فيلوسيتي. طيب في نيو فيرجن من الهيويت روبرتس اللي هي ديفلوب باي اوين في 1968، تستخدم نفس الاكسس لكن فيها ديفرنس في حاله الباوندري كيرف. دائما هي حاليا بتدي good results في predicting evaporation flow from the water to the steam أو من from the steam from the water to the steam. okay طيب قلنا إنه neither version the old بتاعة روبرت هيويت أو modification بتاعه ما في أي agreement بينه وما بين title declared map. لو تلاحظ الفرق إنه دي بتاعت هيويت روبرت ودي بتاعت تايتل بتاعت زانك، سوري بتاعت تايتل لسه ما شفناها، هنشوفها اللي قدام هسه. طيب في ابروش تاني باي بينيت اللي هو ذا سيم بينيت، الخط المين بوينتس بتاعت انه تدرو الماس فلوكس فيرسز الكواليتي، لكن المره دي استخدم نفس الابروش ده في حاله الفيرتيكال سيستم، ورسم الماس فلكس فيرسز الكواليتي بالنسبة للفيرتيكال سيستم. الدانا ماب هي موست يوزفول في حالة الإيفابوريشن لما يكون دائما عندنا السيم كومبوننتس هي بالنسبة للليكويد فيس أو بالنسبة للفيبر أو للغاز فيس اللي هي ترانزيشن بتاع from H2O عند low degree centigrade مثلا ل H2O in high degree and high degree centigrade. الترانزيشن ده عموما الماب بتاعه بينيت مرسومه بالماس فلكس هي most useful في حاله كلاسيفيكيشن بتاعه. دي المين بوينت هنا بالنسبه ل الماس فلكس versus الكواليتي. اذا جينا نرسم الايفابوريشن سيستم باستخدام التراديشنال ابروش اللي هو بتاع السوبرفيشال فيلوسيتيز، هنلقى انه في كمية بتاعت areas هتضيع مننا due to effect الافكت بتاع انه ما حنكون عارفين exactly at the speed دي، هل الفلو مثلا هو هنا، هل الفلو هنا هل هو liquid ولا هل هو gas، لانه ال distribution بتاع الفيسز mainly بيكون depending على التمبريتشر، ديبندين على الكواليتي او الفوليوم بتاع اتش فيس مع بعض، مش جاست الفيلوسيتي بتاعته. دي موست كومون في حاله انه يكون عندنا تو سيبريتد فيسز اللي هي مثلا في حاله الناتشرال جاز مثلا مع الهيدروكربون ليكويد او
الاويل ان جنرال، فدي ايزي انه تو ديستينجويش باي اونلي بروتينز ان ان ذير ذير سوبرفيشال فيلوسيتي. دي الماب بتاعت بينت المرسومة للفيرتيكال فلو، لكن باستخدام الجنرال كونسبت بتاع الماس فلكس والكواليتي. لاحظ انها هي مور سيمبل مور إليجنت ومور وايد رينج في للماس فلكس والكواليتي، هي من زيرو لحد واحد، لكن برضه لو تلاحظ انها ما حتديك وايد رينج بالنسبة للترانزيشن زونز مثلا، او حتى الترانزيشن من البابلي للسلاج ما موجود فيها، هي من بابلي لتشيرن لانيولر لانيولر مباشرة. لكن زي ما قلنا انها هي سبيسيفيك بالنسبة للكيس بتاع انه عندنا انه الليكويد فيس الغاز فيس الاثنين هم من هم ات سيم كومبوننت. قلنا واحدة من المابس الأشهر بالنسبة للريسيرشر هي الماب بتاع التيتل. البوينتس الجاية دي هي زي نوتس عن الماب بتاع التيتل، اللي هي نمرة واحد انه some of the transitions في الماب دي هنا هي tube diameter dependencies، يعني applying to tubing diameters معينة. الحالة دي طوالي واضحة في حالة churn flow. churn flow هو entrance effect، يعني انه الترانسيشن بتاعت من slug لchurn هي دائما بتعتمد على tube links. دي حاجة مهمة جدا جدا هناخدها في الاعتبار بعدين في الديزاين بتاع المابس، انه دائما لازم لما نجي نشتغل بالتيتل فلو باترن ماب التيوب لينكس هو important variables، يعني ما مهم مش just ال speeds، تيوب لينكس و تيوب diameters برضو. الماب هي واضحة في الفيجرة الجاية وهي معمولة ل tubing diameters 30 مليمتر و اللينكس بتاعه هو واحد متر. لاحظ الديستريبيوشن انها هي برضو مرسومة على لوج لوج سكيل من 0.01 ل 100 بالنسبة للغاز سوبرفيشال فيلوسيتي، ومن 0.01 لحد 100 بالنسبة للليكويد سوبرفيشال فيلوسيتي. ده الديستريبيوشن بتاع الفلو، كل ما زادت الغاز سوبرفيشال فيلوسيتي كل ما تحول الفلو من بابلز لسلجز وهكذا. نوعا ما هي واضحة، هي easy to use، هي transition zones فيها كبيرة، ما في الالتصاق كان حاصل زي مثلا في الماب بتاعت زانج دي. نلاحظ هنا البابل السلج تشيرن حتى الديسبيرس بابل الاريا بتاعته دايما وايد.